مثل الحبايب زينا. احم احم احنا هنا ليلتك ليله عدالي. ده عدالي. شوف الحلاوه. هتفضل اعدالي. شوف يا ابني، انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك، بس بكل بساطه اي رد يجي على بالك اسكعه على طول. اسكعه؟ اتفضل يا دكتور. منى. ورده حلوه. حماتك. بتنجان اسود. معلم عاشور. اوف ابو ودنين. اغس الله يكسفك. في ايه؟ مالك يا معلم؟ سامع يا سيدي صاحبك بيقول علي اوف ابو ودنين؟ انا اوف ابو ودنين؟ الله يطلعك يا تحسين. انا قلت له 100 مره ما يقولش الحكايه دي قدامك. معلش يا معلم، اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ دي قله حياه يا معلم. هو دلوقتي في نوبه صراحه، وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم الباطن. تمام. خير. اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذه، يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. اسود ومنيل بستين نيله، يعني بنت اتجوزت حرمه. على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقه؟ شوف، اي مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليله حمراء، وبعد الليله دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من عليا. كلام ايه ده يا دكتور؟ شفت حاجه عليا؟ حد قال لك اني عيب؟ عيب يا ابني، عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحده، تشقط له واحده يقضي معاها الليله. اشقط انا؟ انا على اخر الزمن كان مستحيل اعمل كده. خلاص خلاص. حاضر. ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور، ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهارده يا عالم. ان ما كانش عشان خاطره هو، يبقى عشان خاطر انا وبنت يا استاذ. امري لله، بس ما حدش يقول لحن ناظم. شوف انت تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله. تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. بس اسكت. واخد لي بالك؟ وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العياده، وانا حراقب كل حاجه من الجهاز ده. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر زي بعضه يا جدعان، يعني الراجل يبقى قاعد فوت وقافل بابه عليه، وانت تراقب وتكشف ستره كمان. وبعدين وبعدين دي سيكولوجيا يا معلم. استر ان شاء الله ما يشوفوش. ان شاء الله. بس اسكت. هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمه ان شاء الله. سليمه تعال 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 بس تعال معانا. يلا توكل على الله. يلا بينا. يلا الحمد لله اللي جزاك الخلوق يا معلم. ربنا سترنا. هو الدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم الصبر طيب. ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف؟ اي ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه، ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى؟ منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. فهموني ايه الحكايه بقى بالظبط؟ اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح، مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه؟ هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت، ما هي المصيبه هتحصل تاني.
ويرجع ابوك عند اخوك. طيب اللي تشوفوه. تفضل. اربع دول عبال ما وضب لك السرير والاوضه احتفالا بشخصك العظيم الهايل. يا عظيم يا هايل. وايه ده اللي عظيم وهايل؟ اكيد الانتفوريا واضحه علي. انا اصلي افتكرت ان عندي مشوار صغير رايح اقضيه واجي. طب اجي معاك عشان انا بخاف اقعد لوحدي. لا 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 دكتور قال ما تخرجش ابدا، لازم تستريح في البيت. طب ما تاخرش عشان انا زهقان. والله يا صديقي حسب التساهيل. ادعي لي ان ربنا يوفقني. اتكل على الله. كل يوم هشرب من نفتالين ده. أنا اللي عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. يعني لو سمحتي خمس دقايق من وقتك تبقى عملتي عمل إنساني كبير. أنا مش فاهمة أنت عاوز إيه بالظبط. مش أنا اللي عاوز، ده هو. ومستعدين ندفع لك اللي أنت عايزاه. يا صيفي أنت ها؟ قلتي إيه؟ في إيه يا فندم؟ عاوز حاجة؟ أنا مش عاوز، هو اللي عاوز. هو مين؟ زميلي. عايز ايه؟ الهانم بس خمس دقايق وحنرجعها على طول، بس بعد ما نطمن. تطمن على ايه؟ امسك. اصل زميلي الدكتور قال له معاه عروس 25 هوب بان بان صعد عروس مين هو مه هنيع. الدكتور قال معاه عروس مين. قلت ايه؟ انت رايح فين؟ ساعات البيت. سيادتك فاهم غلط. انا مش عايزة عشاني، ده عشان هو، وهنديها الفلوس اللي هي عايزاها. انت عايزة كام؟ ادي جنيه وهات الباقي. انت مالك انت؟ يا ابويا ساعات البيت. يا ساعات البيت، انت بتضربني ليه؟ انا ما بحبش الحاجات دي. انا والله العظيم راجل بصلي ومش ممكن اعمل حاجة تغضب ربنا. وحياة والدك تكلمها لنا. ها احنا مستعدين ندفع لك اللي انت عايزه. انا شوف حدلك اللي انت عايزه كله. ادي جنيه وهات الباقي. ها اتفضل يا مناه. اتفضلي سعاده البيه. المساله كلها مش هتاخد اكتر من 10 دقايق على ما سيادتك تشرب القهوه نكون احنا اطمنا. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ تقليل الادب ليه؟ انت مش هتجيبها لبره، انا هلبك بقى. اوعى اوعى انا هتخرب بقى. يو اللي جتني تاني. انا ابن اسود شيش يا راجل يا كلب. يا يهو ايه يا انت اهو ايه ده؟ الله يلعنه. خير طمني. جوز بنتي طلع راجل. راجل؟ راجل ولا مش راجل؟ انا مضرب ليه يا معلم؟ اتبهدل ليه؟ عالم اللي ما عندهاش ذوق ولا انسانيه بقول له يا سعادتي بيها ناخد الوليه 10 دقايق عبال ما سيادتك تشرب القهوه عشان نطمن على الراجل. وعينك ما تشوف الا النور عليه مرزبه. يا اخي انا مالي باللي بتقوله ده كله؟ طمني الاول، هو طلع راجل ولا لا؟ يا معلم انا مستقل من الشغلانه دي. انا شقتي تحت امركم، انما انا ما اقدرش انضرب في اليوم مرتين، ما حصلتليش في حياتي. ايه يا اخي ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع مولى. ايه يا معلم. وربنا انا كان قلبي حاسس انك دغوف ولا تنفع تستقطع حاجه ولا تعمل حاجه ابدا. مالكش دعوه انت. شكرا يا معلم. اروح انا الاسعاف اريح شويه. ريح ايه؟ خليك هنا خليك. بلاش هاجر. هاجر ايه؟ انا هنزل استقبلك واحده على الفرازه اخر حلاوه. كنت اعرفها يا مشاو.
حط صوتك احسن منى تسمعني يا معلم. لا ما اصل منى خدت البنت النبويه وراحوا عند زنوبتي ومسكت فيهم هيبتوا عندها. عن اذنك بقى ما البس حاجه عليك عشان اروح. طب بس ما تاخرش يا معلم لان الدكتور زمانه مستني. اخاف على الدكتور لا يتعدي. خدي يا حبيبتي اشربي كوبايه الليمون دي وروقي دمك. متشكره يا زوبه مش عايزه. حياه النبي عيني وصابتكم وصابتني معاكم. ما انا جاي عشان اقولك مش هخلي بابا ياجل جوازكم اكتر من كده. يا حبيبتي يا نور عيني، هو انا معقول يجيلي قلب اخش دنيا وانت لسه واقفه على بابها رجلي بره ورجلي جوه؟ يا حبيبتي يا زوبه اصيله. قولي يا منحوسه يا زوبه. بقول ايه؟ عن اذنك اما اروح ازور واحده جارتي عيان. طيب يا حبيبتي. عن اذنك. اهلا وسهلا، اتفضلي يا سلولة، خشي برجلك اليمين. مش معقول، بحبه. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتحبني وانا بحبك. بحب مين؟ مش انت محمود المليجي؟ ليجي مين؟ امال مين انت؟ مين ده؟ ما اسمها دي اللولة. هي دي امال دي. ايوه انا بتاعت التجربة. يا معلم. معلم ايه؟ سوري يا مدام. لا ما تسيبنيش لوحدي يا مكرم. ثانية واحدة. ايه؟ في ايه مالك؟ مالي ايه يا ابني؟ ايه مرعوب كده ليه؟ في ايه؟ هي دي عريضة قوي. عريضة مين؟ عارف اللي مش عاجباك دي؟ كانت موقفة شارع عماد الدين على رجل واحدة. دي ولا شارع عماد الدين ولا شارع الشوارب حتى. يا معلم احنا عايزين نعالج تحسين، مش عايزينه يقطع الخلف. فاهم يعني ايه؟ انت هتقعد تتفلفس، انت تروح توديها له مالكش دعوه، هي تصرف. يلا تعالى. يا وليه يا ابو سيدي. لا انت بتحبني. يا وليه انا لو عاوز حاجه ولا حد هو اللي عاوز. يلا بقى اديني بؤسه. انا حد عامل لي عمل؟ لا اديني بؤسه. ما اديش لحد حاجه. اوعى تخاومني، اوعى تخاومني ابدا. يا وليه ابو ايه ده؟ ربنا معايا، ربنا معايا، ربنا ما يضحك كده. جاي تهزقني هنا يا معلم؟ معلش يا لولا الراجل سرجن. معلش بقى، يبقى البركه فيك انت يا معلم. كده معلش. وانا هتعلقوني من كل حاجه. لا يا معلم. لا ما هو انا بقى هفهمك، انا هفهمك الحته. انا جيت لك اهو يا عينيا، ولا زيك اهو في الرجال، والنبي لو ترضى عليا لافتح لك قلبي وكاله، من غيرك ليا يا اختي يا شرباتو. اختشي يا وليا اللي اختشوا ماتوا، اتلم وخلي في وشك دم. هي اللي تشوف حسنك تتلم، تتوب ثوابات وتموت موتات، وتسيح سيحات وتروح وحدك كده بالاحضان، وتروح وحدك كده بالاحضان. احضني يا معلم. يا مبيت يا بوليس، دوغان هربان، دوغان هربان. خليك هنا، خليك، بلاش تفارق، طوعني لاخد فيك سنة سنة واقول ده سارق. ابعدي عني، اعملي معروف، روحي سيبيني انا عنجز روح. يا اختي عليك يا اختي، ويا روحي عليك يا روحي، لما تكون يا جميل مكسوم صارت ليا تعالي اوام. انا عندي كلام، انا عندي كلام بدي اقولك، عندي كلام بدي اقولك.
اخلصي. طيبك لما علي يفوت ما بنامش الليل، وانت بتروح عيش واموت اموت وانا موت موزيل. عيب كاني على وش جواز، اه من حبك وعمايله يا ابو قلبي كانه جلاس، وانا بترجح وبحيله وانت العشت الخباز. لا وحتى بقيت مش طايله، وانا اجيب لك على بغداد واعمل لك اللي مايله. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. مين دول اللي وحشوك؟ عيونك وحشوا عيوني، دول مش عايزين يشوفوكي. يا اللي مش عليه مكتوبة وبعادك عني رتوبة، طب اعمل ايه معذوبة ودنيا بقت مخطوبة. ادي زوبة زقة. لا 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 ادي زوبة زقة. لا 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 ما تفكرش فيها وادي زوبة زقة. لا 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 هي اولى بيها ومن استاهل الزقة. لا 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 يا معلم يا حنين يا معلم يا كل يا نار زي بعضه رحنا في داهية. اهدني يا معلم يا شيخ اتنيلي، ده انا دمي هرب. بقولك ايه؟ تعالي هنا. معلم فين يا معلم؟ تعالي. لا انا فين؟ خش الاوضه دي. لا لا تعالى معايا. هو هنا هو معايا. ايش ده؟ مش صلبعين على ايه بس؟ حاضر. فين جوبا؟ اهلا بيك. ازيك؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ ها؟ قلت المنى رايحه ازور واحده جارتي عيان. اه وجيت اشوف تحسين. ها قال ايه الدكتور؟ دكتور ايه؟ ده انا اللي عايز دكتور يا دوبه. عيان؟ يا لهوي يا معلم، ده انت حرارتك مرتفعه. اما اجيب ميزان حرارتي. مش عايز ميزان حراره، مالكش لزوم. مفيش داعي. مالوش لزوم ازاي؟ مفيش داعي يا ستي. بس والله ده انت غالي عليا. الله يخليك. انا عارف ان انا غالي عليك. لو كنت غالي عليك مش عايز حاجه. مش عايز. الله، انت مالك مش عايزني اخش الاوضه ليه؟ انت مش على وعدك ليه؟ الاوضه يعني انا مالك؟ انت فين يا معلم؟ انت فين يا الله؟ انت عندك ضيوف يا معلم؟ الله الله، ودي تطلع مين دي؟ انا نكوى فؤاد. اخفى عليك يا خاين يا رشاش. بقى يا راجل تسرب بونا وشغاله وتبعتهم عندي عشان تعمل عمتك السودة دي. وربنا يذوب انا بريء. اخر ما تمشي اسمي على لساني. معلش طبيعتي بس شويه فاهمني. طب فاهمك كل حاجه. تعالى يا معلم تعالى. مين الست اللي بتسير مني وتحكد عليا؟ سيبيني في ستي ونسيب جوز بنتي اعملي معروف. يا خيبتكم يا خيبتكم، مش كنتوا تقولوا انكم مش هتعرفوا تتصرفوا؟ اهو ده اللي حاصل. خلاص انا هتصرف. يعني مؤاخذه انت تستقضي حاجه بمعرفتك. اسكت انت يا خيبتك يا خيبتك. بذمتك خدت ثانويه عامه؟ اسكت يا ولد انت. اسكت بس يا معلم. هو انا اتكلم؟ الو كباريس صرصار المراهق، مدام نونا من فضلك. نونا، اهلا نونا. ازيك يا نونا يا بنتي؟ طبعا انت يا حلوه. انا دكتور ويليام. نونا انا عايزك تمر عليا دلوقتي حالا. لا 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 شغلانه مهمه. اي خدمه؟ انت بتاع المساج؟ لا انا بتاع التاريخ. لا 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 انت بتاع المساج. يلا قوم لحسن مستعجله، ابتدي الجلسه بسرعه. جلسه ايه يا استهاني؟ اكيد حضرتك غلطانه، انا زي ما قلت لحضرتك مدرس تاريخ. ان كان يلزمك حصه انا تحت امرك. اوكي اوكي. انا مدرس تاريخ مش مدرس طبيخ. انت قلعت ليه؟ عشان نبتدي الدرس. قول. مره بابليون برا برضه كان نازل يشتري معسل، راح عند الراجل بتاعنا فبابليون برا برضه ما لقاش الراجل بتاعنا معسل. أم قالت له أنت ما لقيتش. أم بابي يوم برا برا برا. قالت له قالت له ما عسلتش ما جبتوش ليه؟ عظيم عظيم. خير يا دكتور.
طمنا ولا خف شوية علي خف شوية يا معلم. دي لسه مرحلة تمهيدية. وبعدين بعد إبراهيم باشا جه وراه على طول زكي. ايه ده دكتور؟ بتبوسه بتبوسه. وايه ده النصر؟ دي بتحضنه. خف عليا بقول لك بلاش حركات الاوتوبيسات دي. خليك يا معلم. بيقول عليه الشرياوسي بعد ذات السمان هو دلوقتي اللي بيبوسها يحضنها. خشتي تحسين مات مات. الف مبروك الف مبروك يا معلم الف مبروك. الاستاذ تحسين في غايه القوه والحيويه والنشاط لدرجه ان الجهاز اعصابه ما استحملتش. ايه وتسيبة العراجل وتسيبة العراجل وتسيبة العراجل. اشكرك يا رب. خلاص تحسين طاب والمعلم اتجنن. خلاص. طب والحاله اللي بتجيله دي يا دكتور؟ دلوقتي اقدر اقول لكم ان الحاله بسيطه ما تخافوش. حلاوتك انت. قول قول زي ما عجبك. قول هنا خليك خايف. هو دلوقتي في صراع نفسي مش قادر يصدق انه اتجوزها بعد ما كان فاقد الامل وعنده احساس بان امها بتطرده. عشان كده اقترح انه ياخد مراته ويروح يقضي شهر عسل في حته بعيد عن الشقه في لوكاندا مثلا. شكرا يا دكتور. مباحث مباحث. عايز يا استاذ ايه العمليه اللي بتعملها دي يا تحسين؟ فتشت القطر كله. معلش يا حبيبتي الاحتياط واجب. كان لازم اطمن ان اللي ما سماش ما جاتش ورانا. وبعدين بقى يا تحسين ما تنساش انها امي. انت زعلانه مني؟ أنا زعلان عليك أنت. وأنا زعلان على نفسي ومن نفسي. عشت طول عمري أحلم بيكي وأتمنى أكون جنبك. ويوم ما نكون مع بعض يحصل اللي يحصل ونتحرم من بعض. عمرنا ما هنسيب بعض يا حبيبي. أنا جنبك وهفضل جنبك لآخر يوم من عمري. ودي كلها أزمة وهتعدي على خير بإذن الله. يعني هنقدر ن ها؟ تحسين. بقولي لا. مشي هناك. انت لسه برضو زعلانة مني حتى بعد ما عرفت ان انا بريء ومظلوم. انا زعلانة على بختي اللي مال وحظي اللي اتعاوض. ما خلاص هانت. انا غشيش قلبي من جوه. هانت ازاي وانت جاي تأجل الفرح؟ ما هو ما يصحش انا اتجوز ولسه بنتي عذراء. ما هو لو نستنى بنتك اما تخش دنيا مع ست حسين هكون انا بقى سبقتك ودخلت الاخر يا معلم. اهدى زوبه الموقف صعيب. وانا حالتي اصعب. الصبر يا زوبه الصبر. اشتريه منين يا معلم؟ مش كفايه اني طول الليل نايمه وحضن الوساده الخاليه وانا وربنا طول الليل معبط في المرتبه واصحى الصبح الاقي نفسي اغرق اغرق تحت السرير بتكسف اقول ده انت تمشي من هنا وانا دموعي تنزل على خد رشي تقول تعالى يا معلم الحقني وشوف اللي جرالي. لا لا بلاش كده زوبة بلاش. احسن احنا الاتنين طايشين وجايز في لحظة انسجام نغلط ونخلف طفل الخطيئة ونسميه سراج. تاكس تاكس. استنى استنى وحدة استنى. خش انت روح خلي دي هنا. لو كانت فلسطين وحياتك. على مهلك يا اسطى. هي الدنيا طارت
كده؟ هيسرقك لما شافت خلقتك. لو قلبك عليها صحيح طلعها. ده بعدك. خلاص والنبي لا اكون شاربه من دمك النهارده. هات الشنطة من قدام وحياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه واقف كده ليه؟ العربية ماشية من غير سواق. في عربية من غير سواق؟ يا راجل شوف شغلك. اضطريت اظهر لك عشان تعرفي ان امك بصحه جيده. سامع يا معطف؟ يا ماما حرام عليك اللي بتعملي ده. ده ما يستاهلش العمال دي كلها. يطلقك واجوزك واحد بمزاجي وتبعده عن بعض. لكن انا مش عايزه اتطلق وانا بحبه وهو بيحبني. جاتك خيبه؟ تحبي في ايه ده؟ حب واحد زي ابوكي نص نقل مش تحبي لي فيسبه؟ انا فيسبه يا وليه؟ ايوه. ما هو قله ادب بقى. انا مش عايز فاهم ولا لا؟ انا بقول لك بقى واحنا جدعان قوي يعني. اداني بقى الطراوه كده ليه؟ انا حاسس بطراوه. ايه يا وليه انت عايزه تعملي ايه بالظبط؟ اهدى غسيل كويس؟ لا كده اعطس بقى وكده احكي. باي باي. الهدوء الهدوء يا بنت المجنونه. خليك كده خلي يا ولية. هات الهدوم وإلا حضر أضرب فيك العيد. ما بالك صح يا خبتك يا لودا. قومي يا لودا. قومي يا حيل. قومي يا ولية. هات هاني بقولك هاني بقولك الهدوم. انت مش هتخلي العيد حضر أضرب فيك العيد. ما بالك صح. ايه بس ايه بس ايه انت زعلت يا حبيبي عبد البرج؟ انت الكرسي يروح. باي باي. جود باي. باي باي. حمام جرحة. واطلعي بالحالة اللي انا فيها دي جناية. بقول لك اطلع احسن والله العظيم. يا سيد انا عندي موانع شرعية. ما تفهموها بقى. افهم من كده انك مش عايز تطلع؟ يا عبدو يا مصطفى تعالوا هنا بسرعة. ايوه يا الراجل ده يطلع من البحر. يلا بسرعة. اوعى حد يقربني. اوعى حد. طب طلعوا الستات الاول. انا غير مسؤول عن اي حاجة. المسألة هتتكشف. اوعى ايه يا سيد؟ طلعوا الحريم. انا ماليش دعوه. طلعوا الحريم. كل واحد يخلي باله من نفسه.
عايزني؟ جنابك لازم تفهم ان ده اوتيل محترم، ولا يمكن اطلاقا اسمح لك بالمسخره اللي بتحصل دي. مسخره ايه بس يا بيه؟ في اكتر من الحاله اللي كنت بيها في الحمام؟ في حد في الدنيا ينزل الميه من غير ال وهو يعني هقول ايه بس؟ الله يخرب بيتها. هي مين دي؟ الشركه بتاعت الاساتك بتاعت المسائل. الاسك من دول ما بيستحملش حاجه. تصور سعادتك ايام زمان كان اسك ابويا يلف علينا كلنا من عيل للتاني للتالت من غير ما نقطع، وفي الاخر خالص نعمله نبله ونضرب بيه العيال. بس 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 اتفضل يا استاذ اتفضل اتفضل، وارجو ان دي تكون اخر مره اسمع فيها عن تصرفات بالشكل ده، مفهوم؟ والا هضطر اقف منك موقف ما انتش حمله. ربنا يستر بقى وما تطلعش تاني. هي ايه دي اللي ما تطلعش تاني؟ اصل انا بفتح الدولاب دايما، تبص تلاقي هي طالعه في قلب اللي. فانا لما بطلع هي. السلام عليكم. الناس دي جرالها ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. مبسوطه ست الاهانات دي كلها؟ انا الراجل وقفنا قدامه وقعد يهزق فيا ده الكلام ده؟ يخرب بيتك هم سابوك تاني؟ انت عايز مني ايه يا ولية هتبع؟ يا ماما يكون في علمك لو تحسين جرال اي حاجه انا هموت نفسي. اخت عليك يا حبيبتي ما تقوليش كده، ان شاء الله هو واللي يشدد له. ليه بس يا ماما؟ ده تحسين شاب لطيف وبيحبك. حبه قرد. معلش يا حبيبي، طب عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري اديله فرصه يثبت لك انه بيحبك. اعتذر لها يا تحسين. حقك عليا يا ست، انا غلطان. هاتي راسك ابص. اوعي شيل ايدك، انا جدتي متلبشه. طيب ايه رايك لو سهرت معانا ليلادي في النادي الليلي بتاع الاوتيل؟ مفيش مانع. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ تجيب لي ميه سخنه؟ اعمل بيها ايه دي؟ احلق بيها دقني؟ هات لها ميه ساقعه. لمين؟ لحماد؟ تحت امرك. انا فضلك. يا فندم. شوف ماما تاخد ايه؟ ماما تاخدي ايه يا احلى واظرف وابعص حما في الدنيا؟ اخد عمرك. هات لها سامعه؟ سمع رقه ماما وظرفها وخفه دمها. بقول لك ايه؟ عايزه طبق مكرونه سباكيتي بس توسع، فرخه محمره بس مش من بتوع الجمعيه، انا عارفاهم، فرخه بلدي من اللي امك مربياهم. هات لها مكرونه سباكيتي وفرخه بلدي من اللي امك مربياهم. نعم. وهات لها بتنجان مخلل عشان هي بتحب البتنجان المخلل. احنا بقى جاب لنا اثنين شوربه فراخ من امك مش مربيهم. وبعدين بقى واثنين اسكالوب بانيه من اللي ابوك مربيهم. يلا بتسلوح ليه؟ اتفضل امشي، هقلب عارفه غم هنا بقى. تحت امرك. يلا منوره يا حماد. مالكش داعي. السباكيتي والفراخ بتاعت امي احطها فين؟ ايوه هنا يا ابن المفضوح. دي اللي امك مربيها؟ دي مراتك اللي مربيها؟ اكلك منين يا فرخ؟ اكلك منين؟ اتفضل اتفضل شيف شغلك. اعوذ بالله. اجيب لك تحت بصل يا حمادي ولا بتهدي بابا غنوب؟ اما افترض بس استنى ترك حته يا بنت.
انا اللي عايز اعرف في حاجه برقص مع حماتك يا ايه؟ واحد برقص مع حماتك ممنوع ترقص مع حماتك؟ ايوه هي فين دي حماتك اللي ترقص معاها دي؟ هتعرفني بيها كمان؟ استاذ ويليام مدير الاوتيل حماتي. لا احنا صعايده بقى ممنوع البوس. حش انا متاسف فاتتني دي. تاخد كام وتسيب الاوتيل وتمشي من هنا خالص لو سمحت. ما بنقول بنتكلم جد تاخد كام يا وعي الحقيني يا وعي. مبسوطة ستي؟ معلش نشوف لنا اي لوكاندا تاني. مش ممكن المرة دي جت سليمة وطردونا من لوكاندا، المرة الجاية هيودونا مستشفى المجانين. ربنا يسلمك بعقلك اهو، طول ما انت على الرصيف كده وانا متكيفة جدا. مبسوطة من طولة لسان امك؟ شاهدة على ابن المهفوفة ده؟ ممكن يا ماما نروح لوكاندا تانية ننام فيها؟ رجلي على رجله. لا رجلك على رجلنا ولا رجلنا على رجلك. احنا هنبات هنا على الرصيف لحد الصبح، وساعتها حلاقي ألف حلال. استريحتي؟ أوي، ما دام هتستنوا في الشارع للصبح يبقى أنا مطمنة أوي إن مفيش حاجة هتحصل. تصبحي على خير يا حبيبتي. وأنت تصبح بالهم والغم. هتروحي فين يا ماما؟ راح الكندا تاني انام فيه ولا فاكراني وش شوارع زيه؟ وحسك عينك تفتكر ان انا نايمه وتعمل كده ولا كده، هتلاقيني بقطم رقبتك طوالي، فاهم؟ وانا بعد اللي شفته ده بقى فيا حيل؟ اتفضلي بقى اتكلي على الله. يلا اهدى، انت بتطردني؟ هو انا كنت قاعده في بيت ابوك يا ست؟ انت انا طردتك ولا الحكايه بقى جر الشاكر وتلاقيه حكيتك يعني؟ يا جماعه مش كده، حرام عليكم. ما انت سامعه امك. وانت مش سامعه جوزك؟ معلش استحمل يا حبيبي. انا هفرح. يا ريت. وبعدين معاكي بقى يا ماما، لو جوزك ده بني ادم وبيفهم بصحيح اقل ما فيها يوقف لي تاكسي ويركبني ويقول لي مع السلامه يا حماتي. معاكي حق يا ماما، تحسين روح هات تاكسي لماما. تاكسي. الله يرحم ايام ما كنا بنشعبط في الترماي. سامعه؟ تاكسي. اتفضلي يا ست هانم. من فضلك توصل ست هانم للوكاندا اللي هي عايزاه. يا ويلك يا سواد ليلك. حضرتك عايزاه للوكاندا يا ست هانم؟ بقول تحب تطلعي لهذه اللوكاندا. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا راحت فين؟ الحق يا شاورما. تاكسي 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 تاكسي. حاسب يا اسطى. اتفضلي. ايه اللي بتعمله ده؟ انا عملت حاجه؟ يا اخوانا ايه بالعمال دي؟ اي ايه ده؟ هتخلوا عندك دم بقى. طب اتفضلوا انزلوا. يقول لنا انزلوا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لنا؟ حد كلمهم؟ البواخه بتاعتي. ايه ده؟ هو مفيش تكوس يعني؟ يلا بارد. خلاص يا دي يلا يلا بينا. يلا خلي عندكم ذوق بقى. ايه يا شيخ بالهبل؟ ادينا نازلين. اتفضلوا. حد كلمك؟ عندي تهزروا جوه التاكسي. اخرج. ايه ايه؟ فوضى. فرطتك وعفرتك انت والواد تحسين ما بقاش انا بس يا اخوانا. اقولوا كلام غير ده
يا اخي هو ده اللي حصل. انا مستحيل اعيش معاه بعد كده. الكلام ده مظبوط، دي نكدت علينا في اسكندريه وفرجت علينا اللوكاندا كلها وشدت يا بابا يا بابا انا شفتها بعينيا، دي ما ارتحتش لما طردونا من اللوكاندا. طب ما تشوفوا لنا حل بدل ما احنا قاعدين نرغي زي خبيتها كده. انا بقول نروح لواحد بتاع عفاريت، قصدي بتاع ارواح، ويشوف لنا حل في الحكايه دي. لا اطمنوا، دي بسيطه، اعمل معروف ما تفضحناش على اخر الزمن. ايوه بس انا عايز حد فيكم يقول لي على اسم واحد ربنا اكرمه وخد اجله يكون شخصيته اقوى من شخصيه ظريف. امي، ام الله يرحمها. ايوه انا امي كانت ملبشاها وكانت دايما ظريفه تعمل لها الف حساب. تمام كلمت. وامك اشمعنى؟ اسمها ايه؟ حفيظه بنت مسعد. بللم بللم بالبليله. شبركيت يا شبركيت يا مجنن الجن والعفاريت، عمك مدبولي بيناديك وبده يلاغيك. شبيك لبيك شبركيت بين ايديك. ظريفه بنت مسعده مطلوبه في مهمه رسميه كلها خير وانسانيه، هندور عليها بهميه. المهم استنى عليا شويه. ما تخافش مش هتتعب عم شبركيت، اكيد هتلوها، دي معروفه عندكم كويس. بلاش يا اخي تتكلم، تودي نفسك في داهيه، زمانها بتاكل دلوقتي مفتقه يا عم شبرخيت. عزوبه ده يأذوكي بعدين. معاك حق يا اخويا. الطلب موجود والارسال مرفوض. مرفوض ليه يا شبرخيت؟ الوصول تبعتوا لها الاول دعوه من اللي عليه النيه، وصدق عليها من القنصليه، ده غير تذكره الطياره رايحه وجايه. هم عاملين خط جو بيننا وبينهم. ما تستنيش لحسن شبرخيت واخد باله. يا بني ادمين اسكتوا، انتوا هتتلمضوا مع الجن كمان. شبرخيت ارجوك تحاول، واما من ناحيه الاجر انا هكتر وعناول. وين ايوه طبعا احنا تحت امره. اديله زلابيا، اديله زلابيا، شوفوا له زلابيا، شوفوا له زلابيا. دي ماشي طمي عدسي، وانت عدسي طمي، وامي عدسي طمي. مساء الخير يا جماعه. امي وحشاني، امك وحشاني، ودوني لامي. ازيك يا امك وحشاني. وانت كمان يا ابني. ليه امك سيبيني لوحدي ليه؟ ده حال الدنيا يا ابني، محدش بيعمر فيها. وازاي الحال عندكم يا حفيظة؟ كل الناس يا معلم عايشين على لسانهم كلمة يا ريت، اللي في الجنة شايفين اللعيم والراحة يقولوا يا ريتنا كنا كترنا، واللي في النار يقولوا يا ريتنا ما عملنا ولا أذنبنا. سبحانك يا رب. لكن خير، كنت عايزيني في ايه؟ ظريفة يا أما، ظريفة مطهراني في عشقي. وأنا والنبي كمان أنا عايزة أتجوز. دي مدوخانة كلنا يا أستا حفيظة. الولية دي مش ناوية تجيبها لبره، عدوك على اللي عاملاه عندنا كمان عندكم. قلب الدنيا موقع الملائكه في بعض والشياطين في بعض، خلت الاخره فرنسا. الله يهد حيلها. مفيش لوكاندا في جهنم رضيت تقبلها. الاربعين يوم الاولانيين نامت على الرصيف وبعدين هربت وجت لكم. والعمل ياما مش عارف اعيش، دي جت ورايا اسكندريه. ولا يهمك، سيبوها لي انا، انا من زمان معروفه منها. علي النعمه طول عمرك ست مجدع، وما حد هيجيب دجا غيري. والله يا عاد بتعملوا اجتماعات سريه من ورايا؟ انت جاتي يا ظريفه؟ يا نهارك اسود، ايه اللي جابك هنا يا وليا؟ بتعدي صوتك على اقدم منك، مش عامله حساب للاقدميه يا ابيحه يا قله الادب. يا ناس يا بره، ده دول ما هو مش عايزين نسيبكم، هو بالعكس هيتجوزها غصب عني. من ده بس اياك انت تتلبي وتروحي لهم البيت. من عندكم مبهدلنا الدنيا هنا يا بنتي. سيبي يا بنتي. العنوان شارع الشرفة نمرة 4، الحقونا دي مبهدلانا يا ناس. يا بنتي
لا ما تخافوش عليا، انا ماسكاها من زمارة رقبتها. اهلا، تصدقوا ان انا بقالي 3 ايام مستنياكوا على محطه الاتوبيس عشان ارجع لكم، ومش عارفه زحمه مواصلات بقى. اتفضلي قدام. لا ليدي فيرست، يعني انتوا الاول. لا معلش سيادتك الاول. اتفضلي. اوعي سيبي. العربية اللي خدوني فيها الكاوتشي بتاعها فرق، فسبتهم وهرب وجيت لك. وجايانا انا ليه؟ انا راجل مدرس في حالي. اعملي معروف، روح لهم تاني. اروح لهم؟ اروح لهم ازاي؟ ما هم اتجوزوا. مروح دلوقتي ملوش لازمه يا خمس. وانا مال انا يا استاذ ظريفه؟ وانت مالك ازاي؟ ما هو انت وحداني وانا وحداني، انت فرداني وانا فردانيه. قلت بقى يا بنت نتلم على بعض. هنتلم يعني هنعمل لمه؟ لا لمه ايه يا حياتي؟ هنتجوز بعض. اسددك، اطبخ لك، اغسل لك هدومك المريحه دي. ها ايوه. ده انت كده منفسه خالص. منفسه في عينك؟ ده انت اصلك ما تعرفنيش، ده انا ههنيك، هبسطك، هخدف لك عفاريت صغنونه قد كده اهو، تحفراتك تجننك. تعالي تعالي ظريفه هاني، ظريفة هانم، ظريفة هانم، صلي على النبي، صلي على النبي. ايه؟ هتفوت. بص ايه، ما هتروح في الهوا. خميس. ايه؟ اخس عليك يا خميس، سيبني لوحدي، انا خايفة. افتح يا خميس. النهاردة الجمعة، انا بقفل يوم الجمعة. مش هتفتح؟ لا. انا مروحة. مع السلامة. الى ربنا يخليكي بني ادم يحفظك. كده تهرب مني يا روحي. ايه يا قمر؟ ست اعملي معروف. ايه؟ اعملي معروف، ابوس ايدك ابعدي عني. بوس. انا ما رضيتش اتجوز بني ادميه، اتجوز عفريته. ده انا حبستك قوي يا مجنون. مش هتلحقي. ليه؟ انا هنتحر. خميس. احب الموزه بنقطه. خد اما اقول تعالي. وقعتيني يا ده. هو انت في سبع ارواح، انت عايزه ايه مني تاني؟ ما تسيبي الجدح في حالك. مش كفايه انك ما عملتيش خير في دنيتك؟ اعمليه مره واحده في اخرتك. طب سيبي قدامي. هتجوزه بس مره واحده قدامي يا ستي. سيبي يخرب بيت سنينك. مدرجنه معايا ليه يا حاجه؟ قدامي. مالكم واقفين مبلمين كده ليه؟ عايزانا نعمل ايه؟ واحنا قدرنا نعمل حاجة وما عملناهاش؟ من دلوقتي تقدروا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه. انا خلاص سلمتها لبوليس الاخرة. يا مصدقيني كذيبة. يا مصدقيني يا حبيبتي. بص يا حاج، والشكل ياما قوي. حبيبيكي زي الاسد، يتكف عليه مين الحسد؟ ايه ده؟ ازاي؟ طب يا ولد، ايه يا ولد انت؟ يا ولد انت سيب الكوره يا ولد، يا ولد انت، يا ولد اللي هناك ولا حركه. تبع قيام، جلوس قيام، تعظيم سلام. مين اللي لطش سندوتش الفول بتاعك؟ ها؟ لازم تعرفوا ان انا من النوع اللي بضرب وفي نفس الوقت بنضرب، مفهوم؟ العبوا تاني.
عقلك. بحب يا خميس، بحب. يا سيدي هانت، اديك النهارده هتخطب وبعده هتكتب وبعدين تخلف وبعد بعده تتجوز وبعدين هتشحت وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. يستحيل يا خميس، يستحيل. يا سلام عليا وانا متجوز ومخلف عيل صغير واقعد العبه ويضربني بالقلم على قفايا ويقول بابا بابا، وبعدين نروح تابي بصوابع الاثنين في عينيا مخزقهم لي، وطبعا هبقى ضرير وهيرفضوني من المدرسه، وابن حبيبي هو اللي هيسحبني وراه على القهاوي نشحت سوا وبعدين هياخدونا تسول ونبقى في الحجز. يا سلام يا سلام على امه لما تيجي تضمننا، يا سلام. ربنا يوفقك. بس المهم امها، امها خميس، لا انا بنزل لها من زور ولا هي بتنزل لي من زور. وانت مالك ومال امها؟ المهم ابوها المعلم عاشور راجل جدع. هو جدع في الحته بس، انما في البيت ما يقدرش يكح لما ياخد اذن منها. واذا ما اذنتلوش يفضل حابس الكحه لحد ما يروح القهوه ويطلب كرسي ويقعد يكح عليه. بس عليه كحه. ما شاء الله ما شاء الله يا اساتذه. ايه ده؟ ايه عاملينها قهوه؟ تحب اوصلكم بنفسي على قهوه وكمان شيشه؟ لا انا اخد حلبه حصى ودومنا. تاخد ايه؟ انا عايز شيح بابوني. وانت شفت اهو. ايه؟ الحصه ابتدت بقى لها خمس دقايق. اتفضل يا استاذ حسين اتفضل. لا والله يا استاذ خميس ما صحش ده كلامك. انت الاول. اخي برضه مش معقول. انا مدرس عربي على قدي، انما انت استاذ تاريخ. انا ياما نابليون حكالي عنك. يا سلام، انت هتقول لي على نيبو؟ ما كان معايا في المدرسه واترفدنا سوا، هو اتكل على الله وراح فرنسا وانا اشتغلت هنا. حظوظ يا خميس. انت هو بره مدرسين خدها. طب خد الزمار بره. طب خد الزمار ده بره يا فندي. تخوف الزمار يا خميس بره. اكيد الوزاره مستقصداني والا ما كانتش بعتت لي البلاوي دي. يا منى منى جري يا بنتي، ما انا كملي بقيت لبسك العريسه مانو جاي. ما انا لابسه يا بابا اخر موضه. لا حول ولا قوه الا بالله، دي موضه تكسب دي. اشمعنى احنا بقى يا سي بابا ما بنعيدش على الموضه بتاعتكم؟ وهي يعني عاجبه امك؟ ما هي مصممه انها تشقلب كياني وتلبسني بالانجليزي. ربنا يستر وما تشقلبش كياني انا اخرى. ازاي؟ خايفه ما توافقش على العريس. في الحاجات اللي زي كده الشورى شورتي، انا هنا الراجل والكلمه كلمتي. انا ما عنديش حريم ليها صرف ابدا. يا حبيبي يا بابا. ايوه يا ست الكل جاي مش حاجه يا بابا. بس باخدها على قد عقلها. ستفك ربوع انا من فضلك. انا فوت في السرفيس افندم. ايه ده؟ انت هتفضل دايرني في البيت بالشكل ده؟ قلت لك بتجيب لي العصب. لا لا ما انا هلبس حالا اروح البس. ناوليني الجلابيه نبويه. ايه ده؟ جلابيه؟ انت يا راجل انت ناوي تموتني ناقص عمر؟ ان شاء الله. ايه؟ لا قصدي ان شاء الله اللي يحبوك. انا يعني جيت اصلا جيت اقول اللي يحبوكي وما قلت اللي يحبوكي، وانا قصدي اقول اللي يحبوكي. بذمتك انت إيه راجل انت؟ وما نشيلش جزر. ما انت اللي لخبطيني كمان. وعلى العموم ما تدقيش معايا كده، دي الاقوال بالنيات. معلش الصبر. طيب اتفضل اجري يلا البس السموكن بتاعك. ايه رجعت ليه؟ بس بقول بلاش السموسك ده، اصل يعني مش معقول ابدا. الراجل يعرفني من زمان وابن حتتي وعارف ان انا ابن بلد ومجدع. مجدع لازم غني في العنوان. الدنيا بتدور والناس بتتقدم يا بني ادم. مفهوم؟ مفهوم. لما هو مفهوم واقف لي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر هروح البس هروح البس. اتفضل. يا دي النيلة رجعت ليه يا راجل انت؟ اصلي بس في السموكس ده لما بلبسه ببقى زي حانوت الخواجات بالظبط. تعال هنا يا راجل انت. انت عارف انت مش عايز تلبس السموكس ولاد الزواج بيحطوا اكله دول. اهو ده اللي كان ناقص، الرجاله تمشي كلامهم على الحريم، والله عاد. ملعونه ابو السموك اسلموا اللي شار عليا بيه. ايه ده؟ مش معقول كده يا بنت. على فكره تقدر تقولي ازاي وافقت ان الجدع ده يجي هنا من غير ما تاخد رايي؟ اصل الراجل يا ظريفه يا حبيبتي. اوه قلت لك 100 مره بلاش ظريفه، ده اسم بايخ. معلش قول لي يا زوز. حقك عليا. أصل الراجل يا زوزو يا حبيبتي ضرب التليفون
وكلمني وقال لي انا جاي ازوركم في البيت الساعه 8. كنت اقول له استنى لما اخد راي الست هانم اللي موجوده في البيت. وانا ما قلتلكيش؟ لا مش انا جيت اقول له كده، السكه اتقطعت والحراره هربت. بقى الحراره هربت والنبي، وبقيت دايخ عليها بسلقط في ملقط ما لقيتهاش، بقيت واقف لايس كده في الحته وكل راجل فايت اقول له والنبي ما شفتش حراره يا عم، والنبي ما شفتش حراره يا عم. ايوه كل بقى الحلاوه كل. ليه بس كده؟ ليه الظلم ده؟ معلش الصبر طيب، اتفضل كمل لبس هدومك وما تنساش البرنيطه. ولا اقول لك بلاش البرنيطه عشان البنت الخايبه نسيت وجابت فيها الطرش. بقول لك ايه؟ البس السلطه بيا. قطع لسانك، حط القهوة ونجرة على المطبخ. نعم، تلزم خدمة؟ هو في الحقيقة أنا كنت جاي طالب إيد الأنسة منى، وأنا كل أمل إن المعلم عاشور هيوافق. نعم، عاشور؟ اسمه شوشو، يا بلدي. شوشو؟ لما مؤاخذة معلم شوشو، مش كان واجب برضه تقول لنا علشان أقل ما فيها نيجي نهني ونقدم الواجب، ده كلام؟ احنا بتيجي الساعة لما تبقى شوشو تبنى حلال وتستاهل تبقى شوشو بصراحة. اتفضل يا استاذ خش في الموضوع. انا شوشو بيه جاي اطلب ايد بنت سيادتك اللي هنسها منى. هو كلمنا انا هنا. شوشو بيه ملوش دعوة بالحكاية دي. ملوش دعوة ازاي؟ هو مش ده راجل البيت برضه ولا ده راجل كفتة يعني عايز افهم؟ ومش الرجال قوامونا على النساء ولا دي برضه غيرتوه؟ تقدر تقولي اولا انت تبقى مين وابني مين؟ الله، هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ انا تحسين ابن ام تحسين اللي امي متربيه معاكي في الحاره، كنتوا بتجروا سوا ورا عربيه الرش. حتى كمان بالاماره كنتوا بتيجوا تنشروا الغسيل بتاعكوا في السطوع عندنا عشان سلم سطوحكوا كان واقع. شايف بيتكلم ازاي؟ عايز يفرسني فوله واتقسمت نصين هو وامه. الله يرحمها كانت جيتها حلوه. الله يخليك يا معلم، حتى مره زمان كان السروال بتاعك يا معلم كان مشهور عندنا وبعدين طرف الهوا. امي كانت زعلانه بشكل، قعدت طول النهار تقول يا مصيبتي يا ندمتي هنعمل ايه يا واد يا تحسين. الدايره تكون الست ظريفه افتكرت اللي احنا ادينا السروال لابوك، وانا اقول لها ده كلام يا امه. مش معقول، فين المعلم عاشور؟ من ابويا حكم. انتوا عارفين ابويا كان سفروت كده ومسلوع زي زعزوعه القصر. الله يرحمك يا ام. اسمع يا استاذ، احنا ما عندناش بنات للجواز. بقى ده اسمه كلام يا معلم شوشو؟ انت مش مديني كلمة؟ كلمة؟ كلمتين شوشو؟ انت بتتفق من ورايا في مواضيع سياسية؟ هو الجواز كمان غيرتوه بقى سياسة على بختي؟ زوزو خف شوية مش كده. انكتم انت ليتك مش فايتة النهاردة. ابرنوي لما نبقى لوحدنا ابيك بوه افهمك كل حاجه. افهمني كل حاجه. ان ما فرقتك طول بالك عليا. انت بتستني كده. انا اللي عايز بقى. طلعوا على النبي. مفيش داعي. اللهم صل على كامل النور. مفيش داعي خلاص، واذا كان على العيال دخلوهم داخلي بدل الشحططه في المحاكم والحاجات دي. مع السلامه يا استاذ. طب مش نقرا الفاتحه الاول؟ مع السلامه يا استاذ. المهر والشبكه طلباتكم ايه؟ الشبكه كده. انا بقول لك مع السلامه يا استاذ. طب الدخله والفرح؟ انا رايي انهم يكونوا الشهر الجاي ورا بعض الاثنين عشان انا جاي لي علاوه 12 قرش ونص. قلت ايه؟ قلت ان حضرتك لو ما خرجتش من هنا دلوقتي هخرجك مرابعه. ايه مرابعه دي بقى استاذ؟ انا اول مره حد يقول مرابعه. انا مره واحد قال لي تالته دغدغته خالص. معلش روق دمك بس. روق دمك اسمع كلام. ايه؟ انت دلوقتي تمشي وتقابلني في المحل ولا في القهوه هنتفاهم. بتقول ايه؟ بقول له مع السلامه. تبقى ازاي مع السلامه؟ مع السلامه يا استاذ. ما تطنشنا يا معلم شوشو. منى الله يخرب بيوبكم. ايه يا ماما اللي عملتيه ده؟ حكيت منتي خالص. انا اعرف مصلحتك ومصلحه ابوكي. ولا مؤاخذه انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحه امها. انكتم انت. فينش سبيك. اوكي رينتر. يا ماما يا ماما بصراحه انا وتحسين بنحب بعض واحنا صغيرين. ده كده انا الحق عليا اللي دلحتك ودلحت ابوكي. انما يكون في علمك من النهارده مفيش خروج من البيت. وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيله ابن ناس مش تحسين ابن ام تحسين. تعالى كده لما اعدي. اتفضل. عاجبك كده يا سي بابا؟ بصراحه ربنا لا. طب ما اتكلمها. ولا قادر اتكلم وما اتكلمتش. بنتي سامعاها وهي بتقول في مش يا استاذ لازم تعرف ان دي مدرسه مش سلخانه. هنا المدرس لما يقول الدرس التلميذ يتعلم،
ولما المدرس ما يقولش الدرس التلميذ يبقى حمار، وعشان حضرتك ما بتقولش الدرس كل تلاميذ المدرسة في مادة التاريخ حمير بفضل مجهودك المنيل. يا فندم انا متشكر قوي، بفضل ارشاداتك العظيمة وتوجيهاتك. يا فندم انت بتخرف تقول ايه؟ يا فندم انا اصلي بمر بظروف اجتماعية عصيبة. مادام بتقبض يبقى لازم تقول، وإلا اقعد في بيتكم وريحنا. سيادة بالنظر عنده حق يا تحسين. خلاص يا فندم، قعدك من النهاردة صوته هو بيشرح هيهز ويجلجل أركان المدرسة. التلاميذ اللي على بعد 10 كيلو هينجحوا سماع يا فندم. يا فندي أنا يهمني تلاميذ المدرسة اللي هترفد من الوزارة بسببهم، مش اللي على بعد 10 كيلو. اطمن يا فندم، إن شاء الله في آخر السنة هتكون النتيجة 5-0 لصالح الأهلي. أنت يا جدع أنت مسحوب من لسانك وبتتكلم ليه؟ ما أنا هو واحد يا فندم، مش كده يا أستاذ تحسين؟ أنا أؤيد أقوال الشاهد وأطالب ببراءة المتهم. ما شاء الله، حصوة فعلا اللي ما يصلي على النبي. الله يكرمك. خلاص يا فندم، يلا يا أستاذ حسين، يلا يلا اتفضل وشوف شغلك. لا والله ما صحش، أنت الأول. أعوذ بالله يا راجل. ده أنا مدرس عربي لا هنا ولا هناك. إنما أنت أستاذ تاريخ، ليك منشنة ومرنة. خلاص يا استاذ تحسين، يلا اعتذر لحضره الناظر وخليك ولد كويس. يلا 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 يا تحسين، بوس ايده يا تحسين وقول له انا اسف. والله ما في يعني، انا يلا بوس ايده. مبروك يا فندم. انا ما عملتش حاجه. امشي يا فندم، انت هو على حصتك. مدرسين خلده وحياة النبي، دول هيجيبوا لي ضغط. انا تعبان يا خميس، تعبان. بعدين معاك بقى، المره دي عدت، المرة الجاية ما نعرفش هيحصل ايه. ده راجل عصبي يروح فقعك تقرير للوزارة يجيب اجلك. اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس، كل ما اجي تحت تاريخ الاقيني بقول تواشيح. طب برضه ما قابلتهاش اسبوع بحاله، من يوم ما كنت عندهم في البيت ما اعرفش عنها اي حاجة، حتى التليفون كل ما اطلب النمرة ترد عليا اللي ما تسماش، اروح اقفل السك. ما كلمتش المعلم عاشور ابوها؟ كلمته وقال لي التنضيع عليا يا سي تحسين، وخايف ليكون بيعممني لحد الولية ما اتجوزها من ورايا. طب اسمع، تعمل ايه في اللي خليك تقابلها تاني؟ في عرضك بعد الحصة السادسة، تاخدني تفقعني غدوة على مزاجك، وتهبشني ازازتين بايرة، وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب يلا يلا. الو الو يا اختي، الو بترد يا جبان؟ اتكلم يا بجن، انطق يا مغفل. لو انت ايه ما بتردش ليه؟ تليفونهم هيفضل مشغول للابد. علقته. طب والنبي ده كون جايبك كلب هو اللي يطلعك من وسط 100 سماعه. ايه بس ساعتك كام دلوقتي؟ انا ما بعرفش فيها، شوفها انت وحياتك. دي الساعة 5. اه 7 بالدقيقة هتكون مع منى. بجد خميس؟ بجد يا تحسين. صحيح انت استاذ تاريخ ليك مشنة ورنة، انما انا استاذ عربي داهية، وانا داهية من دواهي العربي. انا عارف. قوم بينا فورا دلوقتي. قوم بينا. ولا تخلص الشاي؟ هايل الشاي ده، بس الجاز كان كتير شوية. جاز ايه ده؟ انا عامله بالصابون يا راجل، يجنن. طيب جاي اهو يا باشا. ايه ده؟ خف ايدك. صباح الفل. اهلا. نعم. ايه اهو اهو، قول بقى. نهار كاش استاذ هاني. اهلا وسهلا. نعم. المصلحه جالها اختار ان تليفونكو عطلان. مين اللي قال؟ هو صحيح ما فيهوش حراره بقاله ساعتين، لكن ما حدش اشتكى. يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني. يعني ايه؟ تليفونكو يقول اه، احنا نقول ايوه اه، وندب على طول. ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات، ولازم تحقيق. اتفضلوا. التليفون فين؟ هو متلقح عندك. تعالى. كل يوم والتاني خسران جابك مصيبة. وقفتوا حالنا الله يخرب بيكم. اه احنا اتهزقنا بقى. ان شاء الله سليمة يا مدام. متشكرة. الله ده الحرارة. انا هتصلح. ها؟ طمني يا استهاني، كل حاجة هتمشي طبيعي ان شاء الله. اصل يا اخويا الانفلونزا مالية البلد اليومين دول. ومالك بتقرب مني كده ليه؟ بعد الشمعة. بقولك ايه؟ مش باين. خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ودعبس عليه. انا خايف اعمل. لا ما تخافش، خليك راجل. يا اسطى محمود.
أستا محمود. أستا محمود مين؟ أنا أستا محمود. أستا محمود. أيوة. خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى. أفنشت الألواز؟ يا ريت بس سخنه. يا بنت وقفت تتصنعتي على ايه؟ تتصنعتي على ايه؟ فين المخبط؟ اه شيء امر ايه؟ امشي بقى. دستور. وسلك التليفون فين؟ هو التليفون مات. تعبان. فعلا مفيهوش حرارة خالص. بقاله جمعة ما بينامش. ايه؟ بقاله جمعة ما بينامش. مليان كلام حب وعواطف. محشر غرام واشواق. ايه؟ تحسين. منى مش قادرة اصبر اكتر من كده. منها لله امك اللي حرمتنا من بعض المدة دي كلها. دخلت هنا ازاي؟ البركة في التليفون. ما تبقاش مجنون. مجنون مين؟ انا تعبان يا منى. المية سخنت. بتغلي يا اسطى. بصي انت بتكلمي عبد الحميد ترانك، فاهمه يعني ايه؟ وانا طبيعي. شيل الغطا، شيل الغطا. احط ايه؟ النصران الاول. ايوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكتي يا وليه، مش فاهمك انت في التليفونات. هاتي هاتي الكرفوعه اللي وقعت دي. التليفون الحراره ضايعه، لما الحرارة تضيع تسخن المية، تحط التليفون في المية تجيله الحرارة. لا يا سيدي. أيوة كده، فاهمة؟ يا ريت شوية كزبرة وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله. تلاقي الألو هادو. ها؟ اتكلنا على الله. فين الكبشة؟ ها؟ الدعي حتة بصلاية هيطلع ريحة تخبل، ريحة تخبل. وإيش يعملوا ده؟ عليا النعمة الهريك وأنا هنا. تعبان يا خميس، تعبان. بعدين معاك بقى، المرة دي عدت، المرة الجاية ما نعرفش هيحصل ايه. ده راجل عصبي يروح فقعك تقرير للوزارة يجيب اجلك. اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس، كل ما اجي اشرح تاريخ الاقيني بقول تواشيح. انت برضه ما قابلتهاش اسبوع بحاله، من يوم ما كنت عندهم في البيت ما اعرفش عنها اي حاجة، حتى التليفون كله مطلوب النمرة ترد عليها لما تسماش. اروح اقفل السكة. ما كلمتش المعلم عاشور ابوها؟ كلمته قال لي التنضيع عليا يا سي تحسين، وخايف ليكون بيعممني لحد الوليه ما اتجوزها من ورايا. طب اسمع، تعمل ايه في اللي يخليك تقابلها تاني؟ في عرضك بعد الحصه السادسه، تاخدني تفقعني غدوه على مزاجك، وتهبشني ازازتين بايره، وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب طيب يلا يلا. الو الو اختي، الو بترد يا جبان؟ اتكلم يا باجن، انطق يا مغفل. اهو انت ايه؟ ما بتردش ليه؟ تليفونهم هيفضل مشغول للابد. علقته. طب والنبي لكون جايبه كلب هو اللي يطلعك من وسط 100 سماعه. ايه بس ساعتك كام دلوقتي؟ انا ما بعرفش فيها، شوفها انت وحياتك. دي ايه دي؟ الساعة 5. اه. 7 بالدقيقة هتكون مع منى. بجد خميس؟ بجد تحسين. صحيح أنت أستاذ تاريخ ليك مشنة ورنة، إنما أنا أستاذ عربي داهية، وأنا داهية من دواهي العربي. أنا عارف. قوم بينا فورا دلوقتي؟ قوم بينا. ولا تخلص الشاي؟ هاي الشاي ده، بس الجاز كان كتير شوية. جاز إيه ده؟ أنا عامله بالصابون يا راجل. يجنن. طيب طيب جاية أهو يا باهي. اهدى. خف إيدك. صباح الفل. اهلا. نعم. ايه اهو اهو قول بقى. نهار كشتة يا استاذ هاني. اهلا وسهلا. نعم. المصلحه جالها اختار ان تليفونكم عطلان. مين اللي قال؟ هو
هو صحيح ما فيهوش حراره بقاله ساعتين، لكن ما حدش يشتكى. يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني، يعني ايه؟ تليفونكم يقول اه، احنا نقول ايوه اه وندب على طول. ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات ولازم تحقيق. اتفضلوا. تليفون فين؟ هو متلقح عندك، تعالى. كل يوم والتاني خسران جابكم مصيبه. وافتح عنا الله يخرب بيوتكم. احنا اتهزقنا بقى. ان شاء الله سليمه يا مدام. شكرا. الله، ده الحراره. انا هتصلح. ها؟ طمني يا استاذ هانم، كل حاجه هتمشي طبيعي ان شاء الله. اصل الانفلونزا ماليه البلد اليومين دول. ومالك بتقرب مني كده ليه بعد الشر عليك؟ بقول لك ايه؟ مش باين. خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ودعبس عليه. انا خايف اعمل. لا ما تخافش، خليك راجل. يا اسطى محمود. اسطى محمود. اسطى محمود مين؟ انا اسطى محمود. ايوه اسطى محمود. ايوه. خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى. افرشه الالواز يا ريت بس سخنه. يا بنت واقفه تتصنطي على ايه؟ تتصنطي على ايه؟ فين المخبط؟ اه امشي بقى. دستور، وسلك التليفون فين؟ هو التليفون مات. تعبان فعلا، ما فيهوش حراره خالص. بقاله جمعه ما بينامش. ايه؟ بقاله جمعة ما بينامش، مليان كلام حب وعواطف، محشر غرام واشواق. ايه؟ تحسين. منى مش قادرة اصبر اكتر من كده. من هلله امك اللي حرمتنا من بعض المدة دي كلها. دخلت هنا ازاي؟ البركة في التليفون. ما تبقاش مجنون تحسين. مجنون مين؟ انا تعبان يا منى. المية سخنت؟ بتغلي يا اسطى. اسطى انت بتكلمي عبد الحميد ترانك، فاهمة يعني ايه؟ وقعدة يا طبيب. شيل الغطا، شيل الغطا. احط ايه؟ النصران الاول. ايوه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ اسكتي يا وليه، مش فاهمي كلمة التليفونات. هاتي هاتي الكركوعة اللي وقعت دي. التليفون الحرارة ضايعة، لما الحرارة تضيع تسخن المية، تحط التليفون في المية تجيله الحرارة. لا يا سيدي. أيوة كده، فاهمة؟ يا ريت شوية كزبرة وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله. تلاقي الألو ألو. ها؟ اتكلنا على الله. فين الكبشة؟ ها؟ الدعيل حتة بصلاية هيطلع ريحة تخبل، ريحة تخبل. وين بيعملوا ده؟ عليا النعمة لهريك وأنا هنا. اي نعم انا مدرس تاريخ، لكن ما ننساش برضو ان حضرتك ضريع في اللغه العربيه. افهمتني. الله يخليك. اتكل. اتفضل حضرتك. لا انت لا هتدخل. اتفضل حضرتك. اتفضل. ادخل. صباح الخير على الناظر. مش ممكن يبقى في خير ما دام انتوا الاثنين في المدرسه دي. ارجوك يا حضره الناظر، حاسب واحتسب وتحسب في الالفاظ، لان لنا موظفين حكوميين وعلى درجه مش بطاله. ولما انتم عارفين نفسكم انكم موظفين حكومة وعلى درجات، ازاي تسمحوا لنفسكم بالمسخرة وقيلة الحياة دي؟ مسخرة يا فندم بس لا سمح الله. وكمان بتقاوح؟ ملقاش. الهانم حكت لي على كل حاجة. استاذ خميس. افندم. اهي. يو. شوف يا بيه، اصل انا بحبها والحب مش بايدي، الحب في القلب زي الرز في الكوسه يا فندم. ايه اللي دخل القرع في المدرسه؟ انت مش عارف انها متجوزه؟ متجوزه ده ايه؟ اتجوزتيها من ورايا يا وليه؟ حط البرنيطه لحسن ودين النبي اعمل لك صينيه كنافه في نافوخك. قليل الادب. الهانم تبقى حرم شوشو بيه. ان شاء الله اكون حرم تشرش البيه. بحبها بحبها يا عالم بحبها.
تحب واحده متجوزه من 20 سنة؟ دي تبقى جريمه يا فادي. حضرتك بتتكلم عن مين؟ عن مدام شوشو طبعا. يا بيه انا قصدي على بنتها الانسه منى. هو معقول يا حر الناظر تحسين يحب مدام شوشو؟ الواحد برضه يا فندم عنده نظر والبلد لسه بخير. ولا قالوا لك اللي احنا سكه بقى ولا ايه؟ ها؟ انا مش هقدر اقعد اكتر من كده، والشكوى دي تبعتها الوزاره والا. من غير والا يا فندم. انا هوديها بنفسي ومش هتنقل من الوزاره الا لما يبعتوا صوره منها العشماوي شخصيا. شكرا. مع الف هفرجك الكلب. تحليات الشوشو بيه. شكوى؟ شكوى ايه؟ شكوى المدام بعتها فيكم انتم الاثنين. يا بيه شكوى لغير الله مزله، وانا بحبها. بحبها وعد الله بحبها. بس انا ما بحبهاش. هو اللي بيحبها يا بيه. يبقى انا ذنبي ايه؟ تنكر انك ما تنكرتش في زي عامل تليفون؟ انا ما انكرش. يا بيه اسمع مني انا بس. اصل انا بحبها. تنكر انك ما دخلتش بيوت الناس بطريقه غير مشروعه؟ انا ما انكرش. خليك معانا يا بيه. اصل انا بحبها. تنكر انك ما اشتركتش انت وزميلك في الفسق والفجور؟ انا ما انكرش. ما تسمعونا بقى، ايه اللي تنكر وما تنكرش؟ بقول لك بحبها 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 بحبها. ششت يا جدع يا جدع، اسكت شويه وبطل بحبها بحبها. اما تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. بحبها خميس. هتترفض ومش هتلحق تتنيل. يا خميس اخويا. ششت سيد الناظر، انما حدث حدث بيننا بنيه بيضاء ناصعه لا غبره عليها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا حلاوه. الله اكبر الله اكبر. يحيى اتحاد الطلبه. زميلي هذا قلبه يحترق. انا بكلم جد. ما انا عارف. ما تبقى تيجي. طيب انا كنت بقول ايه؟ غبار. لا غبره عليها، وانا رجل عاطفي لا اطيق فراق المحبين. فيا حبزقه اظرم بقى لو ان انكتم. ما تقلبش دماغي. ابقى قول الكلام ده لوكيل الوزاره والوزير بعد ما بعتوا الشكوى دي. يا نهار اسود، ده كاتبها لك اسم خاده. يا حضره الناظر، الله يعمر بيتك ما تبعتهاش. بلاش تدمر مستقبلي وتطفي انوار الحياه وتيتم عيالي الثمانيه وامهم. عيالك الثمانيه؟ انت متجوز يا استاذ خميس؟ لا، انما عندي نيه خلف ثمانيه. وحياتك يا خميس تبقى تدي حضرة الناظر اتنين منهم واحد بني. ابن حلال يستاهل. تحبوا سيادتك ذكر ولا انتايا؟ ولما انتوا خوافين بالشكل ده، حركة الجنان دي لازمتها ايه؟ توبة حضرة الناظر، بس ما تبعتش الشكوى. طب يلا اتفضلوا، حصلوا بمدام شوشو بيه واعتذروا لها، وخليها تسامحكم والا. من غير والا. هنعتذر لها وهنديها ونكتب لها تعهد كتابي بعدم التعرض لها اطلاقا. تفضل تفضل. روح يا شيخ روح. ان شاء الله رأ... السلام عليكم. جريت من ايه؟ مش عارف. وجيت هنا الرحمه يا ست ظريف. انتوا الاثنين تستحقوا الاعدام. اعملي معروف. خميس افندي ملوش دعوه، انا المسؤول. اشتكينا انا، ارفديني انا. ام بوسيبي. واي ام بوسيبي؟ بيكوز انتوا الاثنين عجينه واحده. لا ست هانم، انا بتاع عربي، هو بتاع هيستوري. الا هيجيلك هستيريا في نفوخك منك. لو اذا كنت شايله حاجه من المرحومه من ايام زمان، فاللي فات مات واحنا ولاد دلوقتي. والمسامح كريم. ايه قلت ايه؟ ايه يا ست ظريف؟ ها؟ الولية راحت فين؟ مش عارف. يا ست ظريفه. ست ظريفه ست ظريفه. الولية اتكلت على الله. الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه. الف مبروك. الله يبارك فيك. حد يلحقنا من القذر والمطاف يا رجاله. ما تتعبوش نفسيكم، الخيره فيما اختاره الله. ايه يلا اتكل على الله. حاسب يا اخويا تراث. انقذت حياتي. يلا يا سيدي. انقذت حياتي يا تحسين. صدق الله العظيم. شد حيلك يا معلم. شد بالله يا ابني. قضى اخاك من قضى. الحمد لله. يلا خدت الشر وراحت. محدش يجي لك في حاجه وحشه. ده انا اللي باخد لحظه. لا مؤاخذه. شد حيلك. شد بالله يا ابني. اللي فاضل في حياتك بقى. الحمد لله. مع السلامه. اجيب لك قهوه بسكر يا معلم. قهوتي يا ريتني قهوه. الله يخرب بيت مخك.
هات لي حاجة ساقعة وحاجة رشيشة وحصلني على فوق حالا. عينيا. يلا. بدل قائل وسموكس وفي أجدع من البلدي. بناخدكوا زي ما خدت. مش عارف وسموكس. سموكس. مش عارف. ما تأخذنيش يا ست هاني. كل وقت وله أدان. ولع معلم. اهي بقى سالكة وزي الفل. خف يا معلم، الجماعة لسه ما ربعنوش. وانت مال ايه؟ النبي اللي تاخد بالك يا معلم. بقول ايه؟ ولا زي. ايوه يا معلم شوشو. عاشور لاخره معينا. شوشو ده كان زمان. عينيا يا معلم. تروح للست زوبه وتقول لها المعلم شوشو، قصدي المعلم عاشور. عاشور. غرضه يجي يشرب فنجان قهوه ويتكلم معاك كلمتين. وهو انت برضه عاوز استئذان برضه يا معلم؟ ده حب قديم ومن فات قديم وتاه، ولا ايه؟ معاك حق، بس برضه الادب مطلوب. والنبي يا معلم، كان نفسي ببدله سموك من بتوعك اتمنظر بيها على الجو بتاعي. جتكنيله فيهم وفي اللي عايز يحطهم على جتته تاني. هم متلقحين عندك في البيت. ابقى هات لك تروشكل وتعالى خدهم كلهم. ربنا يخليك يا معلم. يا حنين يا حنين يا شيخ حنين. يا فارت يا معلم. ده انا اللي فاير. قلت يا جميل. ارجوك يا معلم ما تفتحش الجروح، سيبها ملمومة. ما خلاص يا زوبة، من هنا ورايح مفيش جروح. عليا النعمة ولا الجن الأزرق يقدر يفرقنا عن بعض تاني. بس أنا خايفة يا معلم. قوليلي خايفة ليه؟ ده احنا لبعضينا مهما حصل. شوفي حكمة ربنا، أنت تتجوزي وتبقي أرملة، وأنا كمان أتجوز وأبقى أرملة. هذا جناه أبويا يا معلم. وجناه أمي كمان، هي اللي اختارت اللي ما تسماش وحلفت براس ابوها اللي لازم اتجوزها. اللي فات مات يا معلم. على رايك. المهم دلوقتي نحط ترمولي على ترمولك ونتوكل على الله. الحقيقه انت فاجئتني يا معلم، والموضوع ده عايز تفكير. خلاص اسيبك تفكري على مهلك. نعم افكر بايه يا اخوي؟ انا موافقه. ولا انت هتتمحك زي عوايده؟ الله يخرب بيت شيطانك، طول عمرك دمك خفيفه مضروب. شوف اما اقول الخميس الجاي ان شاء الله فرح تحسين على منى. حلو. الخميس اللي بعده فرحنا انا وانت يا دنوه. بنجني لحد الخميس الموعود. بسم الله الله اكبر. منى. ايوه. انا مش مصدق عيني. ما انا هو بين ايديك. تعالي بقى كده. حد بقى اصل كده. الله. انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين؟ قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لو ما كنتش بحبك كنت استحملت بلاوي امك؟ استني بقى. تبقى ليه منى؟ ايوه يا واد وعرفت اسمي. ايوه يا واد خدت الاموره. ربنا بلوى الواد خميس ده قاعد يقول لي اربع اربع لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد وعرفت اسمي. ايوه يا واد خدت الاموره. ايوه يا واد. يا دي النيلة. يظهر ان كتر الاربعة تخاد الواحد يتهاله حاجات نيلة خالص. ايه اللي نيلة يا نيلة؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواد خميس يقول انت بتاربع ليه
وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني؟ بتشبه عليا؟ وفي الحقيقه الوش العكر ده برضه مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظه. زوزو؟ انت كنت فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا؟ ده بوحدك، هي سايبه ملهاش ام تحميها. يا مرحبا. حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ امك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يرى الفتحة على روحها. لا يا حبيبي يا تحسين، قد ايه انت طيب. قوي. طيب قوي خالص. نهارنا ابيض. النبي النبي تحسين النبي. توبة ان كنت اربع تاني. توبة توبة والنبي توبة. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الامورة. يهوي ايه اللي بتعمله ده قليل الحي؟ مش تختلش عيب؟ لا ده الموضوع مش موضوع اربعة بقى. رد عليا هنا، ايه اللي بتحببه في البنطلون ده؟ بفك الزراير عشان اقلعه. اتقلعت دماغك من جسمك. طيب بتقلع قدام يا واد مش تختش عيب؟ يعني انام بهدومي؟ شوف لك حته تانيه اقلع ونام فيها وانت عامل زي البورس كده. ايه ده؟ هي حصلت الشبشب؟ لا ده ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه يا حبيبي انت بتكلم نفسك؟ بنفس مين؟ هي نفس شالها كده؟ بكلم امك يا ست هاني، والله العظيم بكلم امك. يا حبيبي انت لسه قاري الفاتحه عليها. امك رجعت تاني، رجعت تاني. ازاي بس؟ ازاي بس ده؟ مش مصدقاني؟ امك رجعت، اكيد ما حدش راضي يقبلها فوق لا في الجنه ولا في النار. قامت رجعت لنا تاني، طردوها من فوق. قطع مش مصدقاني، والله العظيم امك اهي واعده ليه زهير ده قطع السرير. يا حبيبي السرير فاضي. بس اما اشوف هو مين؟ حنوت الكلب اللي دفنها، كان لازم يبدو فيها هرم خوف عشان ما تهربش. تحتين انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم مع ماما بالشكل ده. الله هنا هنا تعال هنا رايح فين؟ انت يا وليه انت مش اتكلت على الله ونزلت في الباكابورت؟ وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس؟ الحمد لله. امال ايه اللي جابك تاني؟ خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب. وقعدت لك لحد ما تطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا. لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد بقى حالها يفرقوا بينه وبين منى. يا بنت اهدي امال، تحسين معذور، اصل امك صعب قوي ما تتنسيش بالساهل. يا بابا يا بابا ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه. اذا كانت خلت ابوك يكلم نفسه في ميدان التحرير يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في اوضه. ايوه منى. ايوه انا مش مصدق عيني. ما انا هو بين ايديك. تعالي بقى كده حد بقى اصل كده. الله انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين. قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لما كنتش بحبك كنت استحملت بلاوي امك؟ استني بقى يبقى ليه؟ منى ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ربنا مالو الواد خبيث ده؟ قاعد يقول لي اربع اربع لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ايوه يا واد يا دي النيله. يظهر ان كتر الاربعه تخلي الواحد يتهاله حاجات نيله خالص. ايه اللي نيله يا نيله؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواد خميس يقول لي انت بتاربع ليه؟ وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني؟ بتشبه عليا؟ وفي الحقيقه الوش العكر ده برضه مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظه. زوزو؟ انت
كنت فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا ده بوحدك، هي سايبه ملهاش ام تحميها. يا مرحبا. حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ امك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يرى الفتحة على روحها. يا حبيبي يا تحسين قد ايه انت طيب. قوي. طيب قوي خالص. نهار ابيض. النبي تحسين النبي توبة ان كنت اربع تاني توبة توبة والنبي توبة. ايوه يا واد وعرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. يهوي ايه اللي بتعمله ده قليل الحي؟ مش تختلش عيب؟ لا ده الموضوع مش موضوع ارباع بقى. رد عليا هنا، ايه اللي بتهببه في البنطلون ده؟ بفك الزرار عشان اقلعه. اتقلعت دماغك من جسمك. طيب بتلعب جام يا واد مش تختش عيب؟ يعني انام بهدومي؟ شوف لك حته تانية اقلع ونام فيها وانت عامل زي البورس كده. ايه ده؟ هي حصلت الشبشب؟ لا ده ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ يا حبيبي انت بتكلم نفسك؟ بنفس مين؟ هي نفس شالها كده؟ بكلم امك يا ست هاني، والله العظيم بكلم امك. يا حبيبي انت لسه قاري الفاتحه عليها. امك رجعت تاني، رجعت تاني. ازاي بس؟ ازاي بس ده مش مصدقاني؟ امك رجعت اكيد ما حدش راضي يقبلها فوق لا في الجنه ولا في النار. قامت رجعت لنا تاني، طردوها من فوق. قطع مش مصدقاني، والله العظيم امك اهي وقاعده ليه زي قرد قاطع على السرير. يا حبيبي السرير فاضي. بس اما اشوف هو مين؟ حانوت الكلب اللي دفنها، كان لازم يبنوا فيها هرم خوف عشان ما تهربش. تحتين انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم مع ماما بالشكل ده. الله هنا هنا تعالى هنا رايح فين؟ انت يا ولية انت مش اتكلت على الله ونزلت في الباكابورت؟ وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس؟ الحمد لله. امال ايه اللي جابك تاني؟ خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب. وقعدت لك لحد ما اتطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا. لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد بحالها يفرقوا بينه وبين منى. يا بنت اهدي امال. تحسين معذور، اصل امك صعب قوي ما تتنسيش بالساهل. يا بابا يا بابا ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه. اذا كانت خلت ابوك يكلم نفسه في ميدان التحرير يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في اوضه. ايوه مين؟ تحسين اللهم اجعله خير. حد يخرج في ليله زي دي؟ مالك يا تحسين؟ مش موافق على الجواز. معقوله؟ دي منى بتحبك. انا بتكلم عن امها. امها مين؟ ده كله في المجاري يابا، ولا انت ناسي؟ تصور تقولي انت فاهم يا ابن حفيظ ان ملهاش ام تحميها ده بعدك. هي مين اللي قالت لك كده؟ حفيظ ظريفة. يا سلام. والمصيبة لما جيت اقلع هدومي، انت عارف يا خميس الواحد لازم يقلع هدومه في ليلة زي دي. ماشي مش كده برضه ولا ايه؟ الا طبعا مش لازم الواحد يقلع هدومه؟ ده اكيد. عملت لي فضيحة. راحت بصالي وقالت لي انت بتقلع قدامي يا فندي يا قليل الحياة؟ هو انت ما عندكش دم؟ ما عندكش خشة؟ مين هي اللي قالت لك كده يا تحسين؟ يا خميس بقول لك امها. امها؟ انت اتجوزت امها يا تحسين؟ امها ايه؟ لا انا متجوز بنتها، فبنتها تقول ابقى انا مرات جوز امها، يعني انا وجوز بنت امها في الجوز امها. انت هتروحيني ليه؟ اجيب لك فنجان اسبرين وقهوه. فنجان اسبرين وقهوه؟ اقول لها رجعت تاني ازاي؟ تقول لي خدت اجازه مفتوحه. شوف الحلاوه. لا حول ولا قوه الا بالله. بيني وبينك تلاقيهم في الاخر رجعوها تاني عشان يخلصوا منها. اعمل لك فنجان قهوه. قهوه ايه يا خميس؟ انا عايز اذكر عشان انساها، عايز اربع. تحسين عاوز اربع. اللهم اكفينا شر الفضايح يا رب. ايه ده يا منى ده؟
يا بنتي مش معقول كده. خشي نميلك شويه، ده احنا بقينا وش الفجر. يا بابا انا عايز افهم هو ساب البيت ومشي ليه؟ البركه في امك. صدقي بالله يا منى، انا ليله دخلتي عليها اربعت اربع ازايز كونياك كله فوازير، ده غير ازازتين طافيه وازازتين عرقي وبوظه كمان، وكل ده عشان انسى انك طشت في مزاري واتجوزتها. ونسيت يا بابا. كنت اخد الكاس اطلطش واتوزن، ابص لها السبرت يطير من دماغي وافوق، اخد الكاس التاني اطلطش واتوزن، ابص لها افوق، وفضلت على دي الحال، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، لحد ما عرفت ان مفيش فايده ومفيش مفر من امي. ومرت الايام وحضرتك شرفتي، الدنيا اتصلحت وحلوت بوجودك. عارفه منى، انا استحملت الغلب ده كله عشان خاطر عيونك انت. يا حبيبي يا بابا. يلا بنتي خشي استريحي شويه والصباح رباح. مني شويه يا تحسين، انت فاهم غلط يا تحسين. بحبك انا بعبدك. انا خميس والله ما تكوني جمعه حد. هقول لحمد عظم يا خميس. يو انا بغير بقى، بغير يا تسحير. يا تحسين انت زودتها يا تحسين. يو اصحى فوق تحسين. تحسين تحسين، امال فين منى؟ منى مين؟ منى حبيبتي فين؟ منى منى يا منى حبيبتي يا منى. الا بالله. الله يرحمك يا امي، كانت دايما تقول لي ما تنامش جنب واحد واخد زومبا من مراته. هما فين تحسين يا معلم؟ والله مش عارف، ما لقيتوش في البيت. يا بابا لا يكون جراله حاجه. الف مبروك، العريس لقوه. انا عاوز الحلاوه. حلاوه يا جدعان؟ انت فاكره معزه تايهه؟ العريس اهو اتفضلوا استلموه، لانه من ساعه كان امضولي على الوصل. الله يخيبك راجل، لما انتوا مش قد الارباع بتتنيلوا بتاربعوا ليه؟ وانت عرفت اللي حصل يا معلم؟ على العموم جت سليمه. بنا انا اسف قوي حبيبتي، انا مش بتاع الحاجات دي. اصل الواد خميس قبل كتب الكتاب خدني في السر كده ويقول لي خد اربع، وفضلت اربع 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 لحد ما بقيت كفت. حقك عليها حبيبتي. انا عازمكم على الغدا النهارده، هطبخ لكم من ايديا حمام محشي بالفريك. تسلم ايديكي وعينيكي يا زوجتي يا حبيبتي. العشاء عندي انا بقى، هعزمكم في احسن.
حماه. طب ما كفاية عليه الأكرة. أبدا لازم بالترباس، أصلي يا روحي نويت من بكرة أمنع كل كلام الناس. حقه من ناس أخ من بلويها، أما دي حق عليها لسان. عايزة جنازة وتشبع فيها لطنورة هي على العرسان. قل خلوني بقت مسكين، دي المهاري في حالة نفسية، معرف اسمي كان تحسين ولا تغير بقى حسنية. فهم غلط كان الظروف، حط النقط فوق الحروف وقل لي وريح قلبي، طمن ظهر شبابي. كنت الأول سلبي من دلوقتي إيجابي، عارفة السبع بتاع الغابة. لو أقول لك أكون كذابة، تقدري من دلوقتي تقولي إن ما بيني وبينه قرابة. والعشرين زيه يهزوني يومي يطلعوا يجروا لو يشوفوني. اللي كان واللي حصل، الجو رق والنور وصل، بقت القلوب زي البيوت لما تكون متحققنا من كل حبايب زينا. حبيبي جه زي الاسد يتكف عليه مين الحسد، برق التمام من الاتهام وبقت عليه مطمنة. مين في الحبايب زينا، مين في الحبايب زينا. احم احم احنا هنا ليلة وليلة مضينا. عدالي دي عدالي. شوف الحلاوة، هتفضل قعدالي. شوف يا ابني، انا هقول لك كلمات وانت تقول رد الفعل عندك، بس بكل بساطة اي رد يجي على بالك اسكعه على طول. اسكعه؟ اتفضل يا دكتور. منى وردة حلوة. حماتك بتنجان اسود. معلم عاشور. اوف ابو ودنين. اقص الله يكسفك. في ايه؟ مالك يا معلم؟ سامع يا سيدي صاحبك بيقول علي اوف ابو ودنين. انا اوف ابو ودنين؟ الله يطلعك يا تحسين. انا قلت له 100 مره ما يقولش الحكايه دي قدامك. معلش يا معلم، اصله بيتعالج. يتعالج ايه؟ دي اللي تحيا يا معلم. هو دلوقتي في نوبه صراحه، وتلاقي عقله الباطن هو اللي بيتكلم. يعني هو حكيم من الباطن. تمام. يا اخي اعتقد ان تحسين عنده عجز جنسي. لا مؤاخذه، يعني ايه عنده عجز جنسي؟ عنده الظاهر ان ما عندوش يا معلم. مفلس؟ تحسين مش راجل يا معلم. يا نهار اسود ومنيل بستين نيله، يعني بنت اتجوزت حرمه. على اي حال ده مجرد احتمال. طب ازاي يا دكتور هنعرف الحقيقة؟ شوف، اي مفيش غير انك تاخده وتقضي معاه ليلة حمرا، وبعد الليلة دي انا هقدر احدد. طب نزل ايدك من عليا. كلام ايه ده يا دكتور؟ شفت حاجة عليا؟ حد قالك اني عيب؟ عيب يا ابني، عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا اقصد انك تشوف له واحدة، تشقط له واحدة يقضي معاها الليلة. اشقط انا؟ انا على اخر الزمن كلمت حيلة بعد كده. خلاص خلاص. حاضر. ده صديقك ولو عليك حقوق. ايوه ده كتير يا دكتور، ده انا ما عملتهاش مع نفسي لحد النهارده يا عالم. اما كانش عشان خاطره هو، يبقى عشان خاطر انا وبنت يا استاذ. امري لله، بس ما حدش يقول لحناظر. شوف انت
تاخد الجهاز ده وتثبته في السرير من غير ما ياخد باله. تخمه يعني. اخمه؟ ايوه يعني خاله. بس اسكت. واخد لي بالك؟ وقبل ما يحصل اللقاء العاطفي المنتظر تديني خبر هنا في العياده. وانا حراقب كل حاجه من الجهاز ده. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر زي بعضه يا جدعان. يعني الراجل يبقى قاعد فوت وقافل بابه عليه وانت تراقب وتكشف ستره كمان. وبعدين وبعدين دي سكيولوجيا يا معلم. استر ان شاء الله ما يشوفوش. هو قال لكم ايه الدكتور؟ خير سليمه ان شاء الله. سليمه تعال 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 بس تعال معانا. يلا توكل على الله. يلا بينا. الحمد لله اللي جزء مخلوق يا معلم. ربنا سترها. هو الدكتور قال لكم ايه؟ والله هو بيقول يعني ما تتكلم يا استاذ. ايوه يا معلم الصبر طيب. ما هو عمال يسال وانت مبلم. اتكلم اتكلم يا استاذ. ايوه بجمع افكاري وارتبها يا معلم. الحكايه بقى فيها تجميع وترتيب. انا من ساعه ما قال لي انتوفوريا وانا مش مستريح. شايف ايش ايه؟ يلا يا سيدي. الدكتور قال لنا ان اعصابك تعبانه شويه ولازم تقعد في شقتي يومين ثلاثه لحد ما تروق وتبقى عال. وما اقعدش في شقتي انا ليه؟ ما انت عارف بقى اللي بيحصل لك في شقتك. ومنى منى ما تتكلم يا استاذ. يا معلم مش كتف ده اللي بتضرب عليه، كتف التاني. ما هو الراجل عمال يسال وانت مبلم. فهموني ايه الحكايه بقى بالظبط؟ اصل منى رخرة لازم تقعد عند والدها يومين لحد اعصابها ما تستريح. مش كده يا معلم؟ براو عليك يا استاذ الاساتيز. ما هو ده اللي قال عليه الدكتور بالظبط. انا استحيل اقعد بقى بعيد عن مراتي. ايه؟ هندوحر مع الدكاتره النفسوانيه كمان؟ افترض انت ومنى روحتوا البيت. ما هي المصيبة هتحصل تاني ويرجع أبوك عند أخوك. طيب اللي تشوفوه.